السلام عليكم ورحمة الله، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمله مع بعض طريقة البطاطس المقرمشة اللي طعمها جميل جدا، محشية جبنة. إيه زي ما انتوا شايفين شكلها عامل ازاي كده اهو، شايفينها مقرمشة من بره وطرية قوي من جوه. جربوها معايا كده. وقبل بقى ما نبتدوا الفيديو، ما تنسوناش في اللايك، واللي مش مشترك يشترك ويخلوكم معايا. هنا انا معايا ملح وتوم باودر وكمون وشطه وفلفل اسمر، ومعايا حوالي نص كيلو بطاطس مسلوقه، ومعايا هنا فيجيتور او بقسماط ناعم اي حاجه يعني. وطبعا البطاطس مسلوقه ولسه سخنه، فانا هبتدي اهرسها وهي لسه سخنه. طبعا كل ما كانت البطاطس دافية هتتهرس معانا بسرعة. هتبقى ناعمة غير لما تبرد، هي لسه سخنة طبعا تبقى سهلة، لسه حلوة قوي كده. خليها ناعمة خالص واحط عليها بقى ايه التوابل بتاعتها. تالي كده خلاص نعمل اهي، بقت حلوة قوي. وكده انا معايا معلقة سمنة هحطها واقلبها وهي لسه سخنة كده، واضيف عليها بقية الايه التوابل اللي احنا حطيناها. نحط التوابل كلها اهي، احط كمان البقسماط عشان تمسكها شويه، واقلبهم بقى تقليبه حلوه كده وارجع لكم تاني. بصوا كده بقى انا هبتدي اهو اعملها. طبعا انا هنا حطيت فيجيتور تاني وبيض، هحط على البيض بس رشه فلفل اصفر ورشه ملح. ومعايا جبنه بردك، جبنه بقى موزاريلا اللي انت عايزه تحطيها اللي حابه تحطيها. هبتدي بقى ايه اشكلها كده من كور كده صغيره، واحط الجبنه من جوه واقفلها اهي كده كده يعني، اقفلها واضغط عليها. اعملهم بقى كلهم على نفس الشكل كده، وبعدين هحطهم بقى ايه في البيض واحدة تانية. طريقة سهلة وبسيطة قوي وهتعجبكم، طعمها طبعا هتعجب الأولاد. الجبنة اللي من جوه طبعا هتديها كمان طعم جميل قوي كده. واقفلها بقى كل واحد بقى يعمل حاجة حسب الحجم اللي عايز يعمله. خلصها بقى كلها على الشكل ده كده اهي، جواها الجبنة. اعملهم كلهم ونرجعوا تاني ايه نشوفوا هنكملوها ازاي. خلاص كده انا هبتدي بقى ايه، انا عملت جزء إيه في حتة لسه ما كملتهاش، بس انا قلت ايه اشغل كده بقى الطاسة. إيه طبعا هحط بقى في البيض وابتدي ايه احطها بقى في البقسماط. احط في البيض واطلع احط في البقسماط وابتدي اقليها كده. هو
طبعا الشكل اللي انت عايزاه. عملت من ده بيضة، يعني عملت شكل كده اللي هو كور كده صغيرة، حطها كده بردك. ايه، هشغل بقى الزيت بتاعي وابتدي اقلي واحط الدونة وانا بقى. بصوا كده الزيت بتاعي ساخن اهو، يعني انا حطيت كده حاجات بسيطة اهو كده، وابتدي بقى انزل واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الزيت لازم يكون سخن قوي. طبعا هسيبها لما وش اللي يعني اقلبها وش يحمر، اقلبها كده يعني. مش هي بقى لما تتماسك كده شوية وتبتدي تحمر ابتدي اقلبها. بصوا كده هيبتدي تحمر، انا بقلبها بالراحه اهي، شايفه انا متماسكه ازاي. عايزاها بقى لونها يبقى ذهبي حلو كده، هحطش النار عليها شويه صغيره كده عشان تاخد الوش الحلو، واشيلها واحط غيرها. كده لونها بقى حلو قوي، هبتدي بقى اطلع كده. ده الشكل النهائي بقى بتاعتها، زي ما انتوا شايفين كده عملناها بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة ومختلفة وتغيير يعني، وهتعجبكم قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب كده اكون فدتكم بحاجة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله.